النهاردة أخبرنا من المحافظات كلها عن محصول القمح والتوريد للشون والصوامع في المنيا. لحد دلوقتي تم توريد حوالي 2848 طن من محصول القمح إلى الصوامع. أما في محافظة الشرقية فتم الإعلان عن أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح السنة دي بالمحافظة تخطت 394 ألف فدان منه. الدهلية كمان تم توريد 13 ألف طن و836 كيلو قمح لشون وصوامع المحافظة. وفي سوهاج تم توريد 887 طن قمح بالصوامع من بداية موسم الحصاد ولغاية دلوقتي. خلينا نتابع التفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنيا شهدت المحافظة انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024 اللي بدأ منذ الاثنين 15 إبريل الجاري وبيستمر حتى منتصف أغسطس القادم، وبلغ إجمالي ما تم توريده 2848 طن و177 كيلو من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، وسط الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 394146 فدان، وبلغ متوسط الإنتاج المتوقع للفدان 21 أردب، وده نتيجة لاستحداث عدد من الأصناف والتقاوى الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية. في الدقهلية أكدت المحافظة انتظام أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بإشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، وبلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 13836 طن استقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية، وبلغت المساحة المنزرعة قمح هذا العام 252292 فدان والمتوقع توريده 400000 طن. فأسيوط أعلنت المحافظة أن أعمال حصاد القمح مستمرة بكل قرى ومراكز المحافظة مع استمرار أعمال التوريد ل 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعة على مستوى مراكز المحافظة، واللي بلغت 1525 طن منذ بدء توريد القمح موسم 2024 وفقاً للضوابط المنظمة لذلك. في البحيرة أكدت المحافظة أنه تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن على مواقع استلام وتخزين محصول القمح للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، وبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة 1701 طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام واللي بتبلغ 290089 فدان. في الأليوبية أعلنت مديرية التموين انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر الأليوبية مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة، وبلغ إجمالي ما تم توريده 1765 طن و899 كيلوغرام من القمح للصوامع والشون والبناكر بالمحافظة. في سوهاج أعلنت المحافظة توريد 887 طن و41 كيلو قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد الأقماح، واستحالة من انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.